الاسبوع باذن الله باذن الله راه نرجع. صح النهارات الاولين اليوم الاول كانت على فحش ولكن يدرك اللهم لك الحمد يعني بمقدور اي شاري والله اي زبون هنا يقدر يعمر 60,000 70,000 تعمر له 19 من الخيار واش بقى. هذا المواطن بالنسبه للنهار الاول بدايه رمضان واليوم الخامس والرابع هذا والسادس تاع رمضان الاسوام في متناول الجميع. يعني كي نقول لك تدي الساشي مليانه ب 60 70 ممكن تاكل بها انت وجارك. هذه يعني ماشي هذه 60 اكيد 60 اكيد يعمر بها ساشي. يعمر ساشي من الخير قلت لك ياكل هو وجاره ولا يبقى ثاني يزيد يدي لنسيبته. فهمتني؟ يعني يقدر يبيع كلش. اللهم لك الحمد يعني بالنسبه صح. انا نشوف الاسوام في تناول هو الكرشي حيدارت كرشي الدولمه سي محمد دولمه كانت تحشيها في 60,000 بلحمتها 50,000 حيضرك 5,000 براك جيب لك كيلو دولمه كيلو كرشي يعني اللهم لك الحمد دي سير متوفر اللهم لك الحمد زيد شاري اللهم لك الحمد راك عارف مع المناسبات مع الوسامو المنافسه بين وصلينا عليها مش تحت كارلاج خندق خندق غزاوي فهمتني قادرين ديروا ايه قال هو مش قادرين كارلاج قادرين يديروها خندق غزاوي راح تاع كارلاج تاع اسوار تاع كارلاج يقول لك خندق الغزاوي فهمت وربي ينصر خوتنا ان شاء الله في غزه وربي يحفظكم ان شاء الله وشرفتونا بزياره والاسوام ديما يقولها لك غزاوي خندق غزاوي ما كان لا تحت الكارلاج ولا تحت خندق غزاوي تعرف شو انا خندق غزاويه كاتب قسام تحت الارض بارك الله فيكم.